بالله عمور بس بدي كاسة مي الله يخليك. كاسة مي ولو حبيبي كان مصعب عندي أنا. لا كتير بعيد واحد. يا جماعة أنا عندي صورة على الإنستغرام أنس وأصالة ما بيحبوها أبداً ودائماً بيتمسخروا علي. فردة فعلي كانت جداً طبيعية واللي هي أني طبعت 1000 صورة وحلزها عندهم بالبيت. استنيت وقت بعرف أنس وأصالة حيكونوا بيصوروا فيديو برا البيت وخليت ماما تتابع معهم وين صاروا. اللي حيساعدني بهالموضوع عمر جرجاوي يعطيك ألف الله الله على الصور الله حلمي وعمر راسم. بدي اعلق واحدة في اوضتي بس عشان ما انساك بس والله حاسس حالي زي تبعون الانتخابات انتخب وسبب انتخب وسبب. تفضل اول صورة حلمي يا عيني. جماعة هذا التكتيك اللي هلأ عم نتبعه انا ماسك من الجهة وعمر ماسك لذيك الجهة وحلمي وعمر عم يلزقوا وبعدين حنلزقها كلها. شوفوا حلمي هلا عمل يونيفورم تبع ال بس نادي البقيه اللي بيشتغلوا. يلا شباب يونيفورم يا جماعه شوفوا هذا الحيط ما احلاه. يا سلام. بس انا شايف في غلط هون لحظه هلا بصلحه برايي هيك احلى. وهي يا جماعه اللمسات الاخيره بس انا مو عاجبني انه حاسسكم مبسوطين انتم بترموهم قاعدين. ليش نمشي عليهم كمان؟ لا فبتدخل على البيت بتلاقي ما شاء الله هيك الحيط هون يا عيني على الارض هون الارض هذا الحيط الشمال هاي بضلك ماشي لقدام بدون ما تدعس على أسامة بضلك ماشي هيك يعني عليك تدخل لهون كمان وفي هذا الحيط هون وأهم شيء دائما اللمسات وأهم شيء كمان أهم شيء اللمسات أهم شيء يا جماعة دائما. يا جماعة أنا سأصل هلأ بالطريق فالله يستر شو حيصير فيني وبالشباب أكيد. أوكي يا جماعة هاي السيارة وصلت هلأ هني ما بيعرفوا أني هون على فكرة. يا هاي أصالة هاي أصالة. قبل ما أرجيكم ردة فعل أنس وأصالة على المقلب حبيت لكم أنه أول حلقة من بودكاستي أنا وأنس صارت نازلة على قناة البودكاست رح أحط لكم اللينك بالدسكريبشن من فوق انزلوا شوفوه. ستاب هلأ هون هاي الكاميرا على أنس وهي الكاميرا علينا كلنا وهي الكاميرا علي أنا وخالد خالد كيل استوديوز ورا الكاميرا. شو اللبسة الحلوة؟ هاي أصالة هاي أنس شو هالنظرات؟ فيني شوف ال لا ما فيك تشوف تعالوا صدر تفضلي تفضلي أصلا على بيت بدون ما تدعسوا علي. لا 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 الثمنيل الأول الثمنيل أنت اللي حتنط فيه أبشع صورة عندك ما أنا عن قصد على فكرة هالصورة ما بتحبوها فكبرتك شو رأيك بالله عليك مو حلو تسك حياتي تسك لا لا هاي انا شاري لك اياها لا تخبطيني بشنطتي اشتري لي واحدة ترحل لا طلع شعاري طلع شعاري وين صورنا صوركم تحت هاد فعل مو منيح ام سو سوري اوكي خلي على فكره فيكي تطلعي بالكاميرا وتقولي لهم للناس يكتبوا كومنت انه لازم اجيب لك شنطه انت بتعرف انا بعمل اديت فحقيم هالمقطع وما حيطلع انا بقول لك شغله انا بقول لك شغله تعال 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 لا 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 خلص انا بنزل عندي شوان حاسسني كثير عم شوف حالي هالايام حلو حلو صح